صديقتي أصدقائي، نهاركم طيب. تسلم المغرب طائرة جديدة من طراز دريم لاينر، وهي عملاقة البوينغ، وهي من طراز 7879. وينتظر أن تقوم هذه الطائرة بسلسلة من الرحلات الجوية قصد الاختبار وتغيير المقصورة الداخلية، وذلك قبل تسليمها إلى شركة الخطوط الملكية المغربية لارام في غضون الأسابيع القليلة القادمة. طبعا الخطوط الملكية المغربية كتوفر على 5 ديال الطائرات من هذا النوع، وهي دخلت حيز التشغيل ضمن أسطولها الضخم، وجات باش تعزز الحضور ديالها على المستوى الدولي والقاري بطائرات حديثة ومتطورة. وما دام الشيء بالشيء يذكر، فقرينا في الصحف الوطنية على أن مطار فاس 6 كيشهد واحد التوسعة تم تخصيص لها غلاف مالي بحوالي 52 مليون دولار. الشيء اللي كنترجوه كمواطنين واللي كيترجوه المغاربة بشكل عام هو أن هذه التوسعة تشمل الفضاءات حتى يمكن أن يستقبل فاس طائرات عملاقة من نوع دريم لاينر، لأن اليوم الرحلات ديال مطار فاس تقتصر على الرحلات الداخلية بطبيعة الحال، وعلى رحلات أوروبا اللي فيها طائرات منخفضة التكلفة، وأيضا الخطوط الملكية المغربية، وحد عدد كبير من الشركات اللي كتغطي هذا الخط الأوروبي الداخلي. لكن أملنا كبير على أن هاد التوسعة اللي غيشهدها المطار تكون كفيلة باش تستقبل الطائرات العملاقة، باش تكون الرحلات من فاس إلى مونريال ومن فاس إلى القارة الأمريكية متوفرة، لأن على حسب ما قرينا في البلاغ ف 52 مليون غادي تشمل التوسعة وإضافة الفضاءات الجديدة، تحسين الواجهة، تغيير المدخل إلى آخره، مما يشجع القول على أنه في غضون السنوات القليلة القادمة كيمكن المغرب أو كيمكن مدينة فاس تستقبل الطائرات العملاقة، وأن الرحلات ما بين المغرب والقارة الأوروبية كيمكن لها تكون عبر فاس، بدل ما اليوم غتمشي للدار البيضاء وتعاين رحلة أخرى ربما يستغرق الوقت 6 ساعات، وربما تبات في الفندق حسب التعليمات اللي كاينة، لكن كيبقى شيء متعب جدا. ومطار فاس 6 سبق له خضع لواحد العمليات ديال التوسعة، إلا أن التوسعات ما حققتش المطلوب منها. وسيمكن هذا الغلاف المالي ديال 52 مليون دولار من توسيع وإعادة تأهيل المحطة الحالية ديال فاس 6 وتحسين الخدمات المقدمة بشكل ملحوظ. والمعطيات ديال المطارات كتقول بلي المشروع كيتضمن أيضا إنجاز الأشغال التحضيرية، هدم المحطة القديمة إلى آخره. التوسعة ديال 52 مليون كتشمل إنشاء ساحتين وفضاء للانتظار خاص بالركاب، توسعة موقف السيارات وممرات للسير، ما نأمله من هذه التوسعة؟ ما نأمله من هذا الغلاف المالي المكلف جدا بالنسبة لميزانية الدولة وميزانية الاستثمار؟ هو أن هذه التوسعة تساهم في خلق تغطية جديدة ما بين المغرب والقارة الأمريكية، حتى لا تقتصر الرحلات ديال فاس على الخطوط الداخلية وعلى الخطوط الأوروبية. طبعا ما نأمله هو بدل ما نسافروا مثلا لبوسطن ولا نيويورك ولا كندا ولا مونريال ولا لواشنطن من الدار البيضاء أو من مراكش مثلا، لابد أن فاس يكون عنده هذا الامتياز هذا، وبدل ما يكون ترانزيت يكون مباشر، ولماذا فاس مونريال، فاس بوسطن، فاس واشنطن؟ هذا هو المأمول من هذا الغلاف المالي ديال 52 مليار. إلى ذلك يبقى الأمل كبير أن مطار فاس 6 يستقبل طائرة دريم لاينر العملاقة من نوع بوينغ 7879، وأملنا كبير يتحقق هذه الأمنية باش المواطن يحس على أنه في قلب عملية التطوير والتحديث المدني فيما يخص عملية الارتباط وحضور المغرب في جميع المستويات.